أهلا بكم في موجز لأهم أخبار الرياضة محليا وعالميا. فريق المصري البورسعيدي اتأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق فاركو بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن دور الثمانية للبطولة. رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت اختيار كريم فؤاد لاعب فريق الأهلي كأفضل مدافع أيسر في بطولة الدوري المصري الممتاز دوري النسخة نايل الماضية عقب استفتاء من قبل الجمهور. فريق قطر حصد أول 3 نقاط ليه في الدوري في الموسم الحالي بعد ما حقق الفوز على فريق الشمال بنتيجة 1-0. أحرز الهدف أحمد عبد القادر في الدقيقة 46 من المباراة واللي أقيمت في الجولة الثالثة لبطولة الدوري القطري. مرام محمد لاعبة المنتخب المصري للمصارعة النسائية والمشروع القومي للموهبة حققت الميدالية البرونزية في وزن 65 كيلو ببطولة العالم تحت 17 سنة واللي بتستضيفها العاصمة الأردنية عمان. هتستمر البطولة لغاية 25 أغسطس الجاري. نجحت مرام محمد في حصد الميدالية البرونزية بعد ما فازت على بطلة الصين بالتثبيت بنتيجة 10-0. كمان نجحت رحمة مجدي لاعبة منتخب مصر للمصارعة النسائية في التأهل لنصف نهائي منافسات وزن 69 كيلو ببطولة العالم تحت 17 سنة في مدينة عمان بالأردن. معتز وائل الطالب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري توج بالميدالية الذهبية في منافسات فريق فردي الطلبة ببطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث والمقامة حاليا في مدينة كاونس بليتوينيا. فريق تشيلسي الإنجليزي فاز على سيرفات السويسري بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت بينهم على ملعب ستانفورد بريدج ضمن منافسات تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته 2024-2025. وكمان فريق طرابزون سبور التركي واللي بيلعب ما بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه اتعادل سلبيا مع فريق سانت جالين السويسري في المواجهة الأولى والمحددة للمتأهل لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.